هذا الله يجزي بخير باش تشرح ليا فراز فراز نو فا با لوي كيفاش على المعنى ديالها نو فا با لوي. السلام عليكم الله يوفق الله يسهل الامور. بالنسبه لك انت طلبتيني نشرح لك جوج ديال الجمل. الجمله الاولى هي هذه مكتوب هنايا نو فا با لوي دوني ا. اول حاجه اللي خصنا نردو لها البال هو ان خص يكون عندنا مع هاد ا هادي واحد اكسون فوق منها. ديك الساعه نشرحوا علاش. هنا عندنا لو فيرب فا يعني هذا لو فيرب الي. الي المعنى ديالو ذهب يذهب. عندنا هنايا لو فيرب دوني المعنى ديالو اعطى اعطى يعطي. هادو المعاني ديال الافعال اللي كاينين هنا. بالنسبه للمعاني ديال باقي الكلمات اللي كاينين هنا، هنا عندنا مثلا نو با واللي بجوج بهم كيعني ولا. انا ساذهب حين نستعمل نو با انا لن اذهب. من بعد نشوفوا باقي الكلمات اللي باقي هنا حرف واحد او جوج حروف اللي هي لوي و ا واخ. بالنسبه ان شاء الله عز وجل مادام عندي هنايا فيرب فا اذا ضروري خصني الفاعل. مادام هنا كاين الفاعل خصني الفاعل. فالفاعل في الجمله هنايا محذوف فعاده خصو يكون هنا ايل il ne va pas lui donner. وهنا خصنا نفهموا هذه الجمله هذه. اذا il هو va يعني اذا كتبنا va يعني معنى ذهب. عندنا هنايا دوني اعطى ياك اعطى ولا يعطي. هذه ماشي مصرفه في الاخر ديال او اخر لان قبل منا كاين فعل اخر. عندنا جوج الافعال متابعين بعضهم الثاني غادي يكون ماشي مصرف في الاخر ديال او اخر. دابا هو ذهب اعطى كتجي ما عندها معنى. ولكن اذا مشينا لواحد القاعده اللي كتكلم على لو فيرب الي اللي كيكون من بعد منه هو اللي كيحكم. يعني دابا حنا اذا قلنا il va وعملنا موراها دوني il va دوني فهاد va هادي ما كيبقاش المعنى ديالها ذهب كترجع المعنى ديالها سوف. هو سوف يعطي وكذلك المستقبل القريب يعني مستقبل قريب يعني هو غادي يعطي من دابا شويه. هو سوف يعطي بعد قليل. مادام استعملت فا فهذا كيتستعمل المستقبل كيتسمى المستقبل القريب. فبالنسبه للمستقبل القريب كيتستعمل لو فيرب الي وكنزيدو من بعد منه يعني هذا مصرف بريزون وكنزيدو من بعد من مصرف مضارع كنزيدو من بعد منه شي فيرب كيف ما بغى يكون ولكن كنخليوه في الانفينيتيف يعني كنخليوه في الاخر ديالو او ار ولا اي ار ولا ار او على حساب شمن فيرب على حساب شمن جروب. مزيان. اذا عندنا هنايا il va donner هو سوف يعطي. ضفنا ne pas il ne va pas donner هو لن يعطي. هو لن يعطي هو او هو سوف لن يعطي. هو سوف لن يعطي. من بعد كاين عندنا هنايا هاد لوي 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 بمعنى له له. هادي يعني كتنوب على واحد الانسان غيجي من بعد مثلا عمر ولا شي حاجه فحال هيدا. فهاد عمر غادي نحذفوها وغادي نقولوا هو هو سوف لن يعطي له. فقبل كانت عندنا هو سوف لن يعطي لعمر لان عمر يعني لعمر حين يعني حذفنا عمر بغينا نقولوا له كنعملوا هاد لوي وكنجيبوها دائما قبل الفعل. اذا il ne va pas lui donner هو لن يعطي له. هو سوف لن يعطي له. ان شاء الله عز وجل اذا كنت محتاج احد هذه اللغات تواصل معي في رقم موجود اسفل الشاشه على عن طريق الواتساب. ارسل لي رساله وتكلمني على اللغه اللي انت محتاج لها. عندنا برامج مكثفه انا مأكد بانها غتستفد منها كثير بزاف لان فيها تفاصيل كثيره. الدروس اللي كتوصل بها الان هي دروس بسيطة أمام ما يمكن أنك تستفد منه إن شاء الله عز وجل في الدروس اللي عندنا في البرنامج في سونتر 5.5 وفي الدروس ديالنا إن شاء الله عز وجل. إذا كانت منك التوفيق كانت هذه الرسالة ديالك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.